السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على منتج اللي هو معروف ومشهور بزاف، وكيجوني بزاف ديال التعليقات ديال البنات كيقولوا لي انا نتكلم على المكونات ديال المنتج واش خطير او لا ماشي خطير. المنتج اللي بغينا نهضروا عليه اليوم هو هذا يوليس، اولا بودره يوليس. هي عباره على واحد البودره لازاله الشعر الزائد من الجسم، يعني ماشي شي منتج اللي غادي تلقاوه في الصيدليات او في شبه الصيدليات. منتج اللي كيتباع في البارفيمري كيكون عند مالي الماكياج، هو عند من غادي تلقاه، ما كاينش نهائيا في الصيدليات. بالنسبه لهذا المنتج، واش هو منتج اللي هو طبيعي يعني فيه مكونات طبيعيه 100%؟ لا، هذا المنتج هذا خليط ما بين مكون واحد طبيعي واربعه ديال المكونات اللي هي عباره على مواد كيميائيه. واش خطير او لا ماشي خطير؟ اول حاجه بغيتكم تشتركوا في القناه ديال ابراهيم عمار، اللي هي قناه رائعه جدا كتقدم محتوى اللي هو نقي. غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف، دخلوا القناه واشتركوا فيها. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيان. معكم ابراهيم عمار من مدينه قلمي مع اقليم الرشيديه من قناه ابراهيم عمار فلوغ. مرحبا بيا عندكم في قناه حنان اللي درت معها كولابوراسيون. من خلال القناة ديالي كنحاول ما امكن نصوركم فلوغات تعريفية بمدينتي وبجهة درعا تافيلات، وكنحاول ما امكن نصور لكم فيديوهات اخرى مختلفة من غير فلوغات. فغادي تخلي لكم حنان لاشين ديالي في الديسكريبشن، سيروا وتابونوا عندي ومرحبا بكم في اي وقت. شكرا لكم بزاف. واش خطير او لا ماشي خطير؟ الخطوره ديالو ماشي شي خطوره كبيره يعني اللي غادي تسبب شي امراض خطيره، ولكن الخطوره ديالو تكمن في ان هذا المنتج هذا يقدر يسبب احمرار او لا تهيج او لا حكه في الجلد اذا كان الشخص عنده حساسيه من احد مكونات هذا المنتج هذا اللي غادي نتعرفوا عليها في الفيديو. ايضا يقدر يسبب تهيج واحمرار اذا كان الشخص استعملوا بمقدار اللي هو كبير او اللي خلاه في الجلده ديالو ولا في البشره ديالو مده اللي هي طويله. دونك المشكله كاينه غير في طريقه الاستعمال، وكاينه في الناس اللي عندهم حساسيه في احد مكونات هذا المنتج. من غير هذا الشيء فالمنتج ما غاديش يسبب لكم حتى شي مشكله اخرى. المكونات ديال المنتج هي راه مكتوبه هنايا واضحه. المكون الاول هو عباره على تالك، تالك راكم عارفين التالك شنو هو. المكون الثاني اللي هو عباره على بودره الذره، نشا الذره، اللي هي عباره على ماده اللي مهدئه الجلد وكتبيض البشره، ماده اللي مفيده بزاف بالنسبه للجلد ومتواجده في هذا المنتج هذا في المكون رقم 2. هذاك يعني ان النسبه ديالها كبيره في المنتج، لان المكونات كيستفهم في المنتج على حسب التركيز ديالها في المنتج. اول ماده تجي في اول قائمه المكونات فهذا كيعني ان النسبه ديالها كبيره في المنتج. كيجي هيدروكسيد الكالسيوم، واللي هو عباره على واحد الماده اللي مزيله للشعر، كتحيد الشعر من الجلد. هذه الماده هذه هي اللي تقدر تسبب تهيج او احمرار لبعض الناس اللي عندهم حساسيه من هذه الماده، او لا للناس اللي استخدموها يعني خلوها في البشره ديالهم مده طويله، او لا استخدموها بمقادير اللي هي كبيره. وايضا حتى الناس اللي عندهم بشره حساسه سيختو بالنسبه للوجه، اللي عندها بشره حساسه في وجهها ما تخليش هذا المنتج هذا مده طويله في وجهها، او لا ما تستخدموش بنسب اللي هي كبيره. جليكولات الكالسيوم، هذه الماده هذه هي عباره على واحد الماده اللي كتقتل هذيك الدهون اللي كتكون في الشعر، كتضعف الشعره. دوك الدهون اللي كيخليو الشعر الزائد انه اولا الشعر اونجينيرال انه يكبر ويطول، كتمشي كتقتلهم اولا كتقلل منهم. هذا الامر هذا كيؤدي من بعد الاضعاف الشعر وكيبدا كيختفي الشعر. يعني الا بقى الوحده، الا بقات الوحده كتستعمل هذا المنتج يعني هاد السيمانه، السيمانه الجايه، السيمانه الثالثه، مع المده غادي تبقى تلاحظ انه الشعر فاش كينبت من جديد المره الثانيه كينبت خفيف، ما كيبقاش كينبت كثير. دونك وهي ايضا كتسبب تهيج او احمرار للناس اللي عندهم حساسيه من هذه الماده، والناس اللي استخدموها بكثره، والناس اللي عندهم بشره حساسه. الماده الاخيره اللي فيها هي صوديوم لوريد سلفات، وهي عباره عن رغوه. هذا صوديوم لوريد سلفات راه غادي تلقاوها في الشامبوانات بزاف، غتلقاوها في اي ماده كتكون فيها الرغوه، اولا كتكون على شكل بحال الصابون، بحال المواد المنظفه اون جينيرال كتكون فيهم هاد اللوريل سلفات، وهي ماده اللي كتسبب قشره اذا استعملها الواحد للشعر. داكشي علاش الشامبوانات اللي تيكون فيهم هاد الصوديوم لوريل سلفات كيسببوا القشره. بالنسبه لهنا راه ما فيها حتى شي ضرر، لانك بغيتي تحيدي بها غير الشعر الزائد، ماشي بغيتي تنبتي الشعر او تطولي. الماده الاخيره اللي هي عباره على عطور، وما حددوش شنو نوع العطور، لانه كتكون عطور اللي مصنوعه
من الزهور، وكاين عطور اللي كتكون كيميائية، ولكن غالبا كنظن غادي يكون فيها عطور اللي هما كيميائيين. شنقول لكم تاو تاو.